السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية على شاشة التناصح اجتماع عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة الذي عقد في مصرات الخميس يعيد إلى الواجهة محاولات إسقاط حكومة الوحدة المتكررة من قبل عقيل صالح وبرلمانه ومن لف لفيفهم من أعضاء مجلس الدولة وبعض السياسيين مبتعدين بذلك حسب ما يرى مراقبون عن تقديم أي حلول حقيقية يمكن أن ترضي طموح الشعب وتحقق إرادته في إجراء انتخابات حرة نزيهة تذهب بكل هذه الأجسام المتمددة وتأتي بأجسام تشريعية جديدة وتصل بالبلاد إلى دستور ومرحلة دائمة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة اتهم المجتمعين في مصراتة بمحاولة التمديد لأنفسهم بدل أن يستجيبوا لإرادة الليبيين في الذهاب نحو إجراء الانتخابات بل حتى لم يبحثوا عن مصير زملائهم في البرلمان الذين يختطفون بآياد خفية حسب وصف دبيبة فهل هو كما وصفه دبيبة محاولة لتمديد, لتمديد جديد يسعى إليه عقيلة ومن تحالف معه بعد بداية القائمة او بعد بدء القائمة باعمال المبعوث الاممي ستيفاني خوري عملها ام ان الدبيب بالغ في اتهام المجتمعين بانهم فقط يسعون للتمديد لانفسهم. في هذه التغطية مشاهدينا ومستمعينا الكرام نبحث عن حقيقة الاجتماع الذي جرى في مصرات الخميس وما الذي يريده اعضاء مجلسي النواب والدولة. وكيف السبيل للخروج من حالة الانسداد التي تعيشها البلاد؟ وما الدور الذي قد تلعبه البعثة الأممية بقيادة ستيفاني خوري؟ كل ذلك وأكثر نناقشه مع ضيوفنا في هذه التغطية بعد أن نتابع هذا التقرير. هذا هو العنوان العريض لاجتماع مصراته وان لم يصرح به علنا ففي اجتماع كانت بنوده بعيده كل البعد عن تطلعات وامال الليبيين التقى امس الخميس بمدينه مصراته اعضاء من مجلسي النواب والدوله وتحدث المجتمعون عن اجراء الانتخابات على اساس القوانين المعيبه التي كان قد اعتمدها برلمان عقيله والتي ضمنت الابقاء على كراسيهم والتمكين لحفتر وعدم اقصائه كما اتفق المجتمعون على التحضير لملتقى موسع بين مجلسي النواب والدوله واطلاق عمليه سياسيه تسيرها بعثه الامم المتحده للدعم في ليبيا والتي لم تقدم حلا حقيقيا طيله فتره توليها بالرغم من تناوب مبعوثيها حتى ان بعض الاطراف قد اتهمتها بعدم التقيد بمنهج عملها وتحولها الى اداره الازمه بدل تقديم الدعم اللازم لعمليه سياسيه شامله تفضي لاجراء انتخابات وطنيه وبرلمانيه حره ونزيهه وشفافه في البلاد. وفي رد فعل اولي انتقد رئيس حكومه الوحده الوطنيه عبد الحميد البيبه نتائج اجتماع مصراته قائلا في منشور على صفحته: سمعت بان لقاءات تشاوريه جديده ستعقد بين اعضاء المجلسين وكنت انتظر توافقا على قوانين انتخابات عادله وقابله للتنفيذ تحقيقا لاراده الشعب كما كنت انتظر موقفا ضد اختطاف زملائهم الذين صار مصيرهم مجهولا دون ان تظهر اي نتائج للتحقيقات كما انتقدت بيبا ايضا عدم التطرق الى تزوير العمله وطباعتها بالمليارات خارج القانون واعتبر ان المجتمعين ناقشوا كيفيه التمديد لانفسهم وتعطيل اراده الشعب في الانتخابات من خلال اختراع مرحله انتقاليه جديده فالى متى ستستمر هذه المناكفات البائسه من هؤلاء الممددين المتشبثين بالسلطه وما الحلول التي يمكن طرحها في وجود امثال هؤلاء اهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطيه ارحب بضيفي معي من طرابلس الاستاذ صلاح البكوش المحلل السياسي ومن استديوهاتنا في مدينه مصراته الاستاذ مروان الدرقاش المحلل السياسي اهلا بكما في هذه التغطيه وبدايه مع ضيفي من طرابلس الاستاذ صلاح البكوش اتهام اتهام رئيس الوزراء دبيبه للمجتمعين في مدينه مصراته بانهم اجتمعوا فقط من اجل التمديد وبحث التمديد لانفسهم بعيدا عن تلبيه طموحات الليبيين وارادتهم في الذهاب نحو الانتخابات كذلك بعيدا عن مناقشه قضايا مصيريه وهامه تهم الليبيين والوضع في البلاد، الا ترى بان هذا مبالغه فقط لان لان هؤلاء خصوم لدبيبه وحاولوا مرارا تشكيل حكومه اخرى مبالغه في ان يجعل الاجتماع فقط من اجل هذا الهدف؟ لا ليس من قبل المبالغة أن يقول الدبيبة ذلك فالواقع واضح اه هذه الأسام مجلس الدولة أعضاء مجلس الدولة لهم في السلطة الآن أكثر من 12 سنة أعضاء مجلس النواب لهم في السلطة الآن أكثر من 10 سنوات أو 10 سنوات اه فعلى هذا الأساس لا أعتقد أنه بالغ في ذلك أدبيبة اه ومن المجلس الرئاسي وحفتر وكلهم يريدون البقاء في السلطة ولكن أعتقد أن ربما الفرق الوعيد بين دبيبة ومجلس النواب ومجلس الدولة هو أن دبيبة يصر على الانتخابات أولاً وجماعة مجلس النواب ومجلس الدولة يصرون على حكومة جديدة أولاً وهذا هو أعتقد الإشكالية التي بينهم الآن <applause> يعني بيان الصادر عن المجتمعين في مدينة مصراتة وأتحول لضيفي في مصراتة الأستاذ مروان الدرقاش البيان أشار إلى عدة نقاط لكن في الحقيقة لم يتحدث بشكل واضح ومعلن عن تشكيل حكومة جديدة وبالتالي اتهامهم بأنهم فقط يريدون الذهاب نحو التمديد لأنفسهم وتشكيل سلطة انتقالية جديدة ألا ترى بأنه ربما يعني مبالغه وايضا كيف تابعت انت هذا الاجتماع وما خرج به؟ نعم مرحبا بك اخي محمد ومرحبا بضيفك الكريم الاستاذ صلاح البكوش ارحب ايضا بكل الساده المشاهدين الذين يتابعون هذه الحلقه على قناه التناصح في الحقيقة لو يعني نظرنا أو لو أردنا أن نشرح المشهد السياسي الليبي فنجد أن المشكلة صراحة ليست مشكلة حكومة لأن الحكومة تغيرت مرتين قبل يعني السراج كان مطلوب منه أيضا إجراء انتخابات وفشل في هذه في إجراء الانتخابات آه وجاءت بيبة أيضا وكان مطلوب منا جراء الانتخابات وفشل في انتخاب جراء انتخابات إذا الفشل فشل حكومتين في إجراء هذه الانتخابات يدل بشكل واضح بأن الفشل ليس فشل حكومي وإنما هو فشل تشريعي في المقام الأول يعني آه الخلاف الآن ليس على من ينظم المخ... الانتخابات او من يحرس صناديق الانتخابات او من آه يعني آه يقوم بمتابعه العمليه الانتخابيه كعمليه تنظيميه وهذا هو يعني آه وظيفه الحكومه ومهمه الحكومه ولكن الخلاف الان هو على القوانين الانتخابيه الخلاف على ان يكون هناك اساس دستوري للعمليه الانتخابيه وهذه هي عملية تشريعية وليست عملية تنفيذية حتى م. نقول أن تغيير الحكومة سوف يؤدي إلى إجراء انتخابات إنما الإشكال في ليبيا الخلاف الكبير الآن على القوانين الانتخابية الأساس الدستوري للانتخابات شروط الترشح للانتخابات الرئيسية والانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئيسية في المقام الأول يعني فهذا هو هذا هو مربط يعني وهذا هو الاساس الاساسي للخلاف او عدم اجراء انتخابات. الخلاف الخلاف بين من ومن؟ اعضاء مجلسي النواب الدولة شاركوا امس في هذا الاجتماع وخرج البيان يقول بان هذه الخارطه توافقيه او هذه القوانين عفوا توافقيه. بالتالي الخلاف بين من ومن؟ لا لا البيانات اللي تصدر هذه تصدر على مجموعه من اعضاء مجلس الدوله وليس على مجلس الدوله يعني مجلس الدولة قراراته تتخذ في قاعة المجلس وبتصديق من رئاسة المجلس وبالتصويت وحسب اللائحة الداخلية للمجلس ولا تتخذ في تونس أو في مصراتة أو في أي مكان من الأماكن من مجموعة هم أنا أسميهم المذبذبين يعني هذه المجموعه التي تجتمع في العاده هم مجموعه لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، يعني لا جماعه حفتر وأيدوا في حفتر تأييد كامل ولا هم من جماعه المحسوبين على المنطقه الغربيه ويسعون فعلا لاثبات حقوق المنطقه الغربيه، هم فقط يسعون لمصالحهم الخاصه، للاسف هي مجموعه لم تحصل على شيء من الحكومتين، لا من حكومه حماد ولا من حكومة بيبا ويريدون تغيير الحكومة لماذا؟ لأنهم عارفين الانتخابات والله ما يصير منها سواء تغيرت الحكومة ولا ما تغيرت الحكومة وليست نيتهم ولا يعني هدفهم الانتخابات لأن الانتخابات سوف تكشهم بالكامل هم يعرفون أنهم لن يكون لهم أي موطأ قدم إذا أجرت انتخابات برلمانية ولكن هم فقط يريدون تغيير الحكومة لا ربما الحكومه القادمه يكون لهم نصيب فيها في الوزارات او يصور فيها في النفوذ ويصبح لان اللي موجود في الحكومه في العاده يصبح يعني مستقطب من من المجتمع الدولي، يعني المجتمع الدولي يجلس عاده مع من لديه قوه ونفوذ وهؤلاء اللي موجودين في الحكومه. فهذه مجموعة سواء كان من مجلس النواب او من مجلس الدولة هي مجموعة مفلسة ليس لديها اي تمثيل في اي حكومة من الحكومات الموجودة الان واضح. ولذلك هي تسعى لتغيير الحكومة لان لديها يعني اهداف للوصول الى الحكومة اما الانتخابات فلا اعتقد ان الانتخابات متوقفة على تغيير الحكومة نعم واضح انتقل لضيفي الأستاذ صلاح البكوش أستاذ صلاح الاجتماع الذي جرى في مدينه مصراته كان ب او كان لمجموعه ممن سموا انفسهم قيادات للمجموعات الوطنيه او مجموعه من الاحزاب والسياسيين والقيادات الوطنيه بالاضافه الى اعضاء مجلسي النواب والدولة وتحدثوا في بيانهم على عدة نقاط لعل أبرزها أشاروا إلى أن القوانين الانتخابية هي قوانين توافقية ويجب البدء في تنفيذها ووضح حيز التنفيذ كذلك قالوا بأنهم اجتمعوا في سبيل إطلاق عملية سياسية تفضي لإجراء الانتخابات وفقا لهذه القوانين كيف تابعت الاجتماع بالمجمل وما خرج به؟ أولا الحديث على أن هذا اجتماع للقوى الوطنية والأحزاب وما إلى ذلك هذه القوى الوطنية والأحزاب لم نرى لها أي أثر على الأرض عندما أصدر مجلس النواب في 2021 قوانين لا تتضمن مشاركة للأحزاب كل هذه الأحزاب الورقية لم تخرج بمظاهرة واحدة يعني يعني ليس هناك تواجد مجرد اسماء تحضر هذه الاجتماعات وليس اكثر من ذلك اما بالنسبه يعني تلاحظ ان الاجتماع الاول الذي عقد في تونس في اعتقد مارس الماضي في 29 مارس الماضي حضره حسب البيان الذي صدر وفيه قائمه بالاسماء حضره 71 عضو من مجلس النواب وحضره 51 عضو من مجلس الدوله. امس هذا الاجتماع لم يعني ذلك حوالي 128 عضو. هذا الاجتماع لم يحضره اكثر من 60 عضو كما ترى من الصور والفيديو. فلذلك أنا أعتقد أعتقد أن التحجج بأن توافقوا المجلسين توافقوا على القوانين الانتخابية هذا لا يعني شيء لأن المجلسين لا يمثلان شيئا مجلس النواب لا يمثل شيئا أنا كنت في في لقاء تلفزيوني مع جبريل وحيدة منذ أسابيع وقال بالحرف الواحد أن مجلس النواب والقيادة العامة عملة وجهان لعملة واحدة وأضاف بأن مجلس النواب ومجلس الدولة ليس لهم أي دور ودورهم صوري من يمثل مجلس الدولة؟ من يمثل مجلس النواب؟ دعني أذكر بما قاله يعني بثيلي للأعضاء مجتمعين في تونس نفس الأعضاء قال لا يمكن لهذا التجمع أن يحل محل حوار أوسع بمشاركه اوسع وجدول اعمال اكثر شمولا ولا ينبغي التركيز على قضيه واحده فقط على حساب القضايا الاخرى هذا البيان الذي صدر يا محمد اوكي لا تنسى ان النقطه الاولى هي ان قوانين الانتخابات اقفلت اتفقنا مش عارف ما اللي اتفق المشري وعقيله بكل تاكيد اتفقنا وخلاص انتهى الموضوع لكنهم اشاروا في ضمن هذا البيان النقطه المهمه التي انهم يسعون أن... لتوسيع دائره المشاركه استاذ صلاح في ماذا في العمليه السياسيه في الوصول إلى للوصول الى اجراء الانتخابات سلطات لا ليس لاجراء الانتخابات في الوصول الى سلطات موحده و... موحده ومن بينها السلطه التنفيذيه يعني كلنا كل واحد كيف ما قال ابراهيم الدرسي ربي يفك اسره ان شاء الله قال لنا في برنامج تلفزيوني كم عزنا عند تغدينا عند عقيله وكل واحد خذا قرعته وهذا ما يحاول هؤلاء الاشخاص ان يقوموا به لانهم لا يستطيع لا يريدون الذهاب الى انتخابات يعني اذا ذهبوا لانتخابات سوف يخرجون من المشهد من سينتخب اعضاء مجلس النواب الحاليين يعيد انتخابهم من سيعيد انتخاب أعضاء مجلس الدولة الحاليين يعني أنت تطلب في المستحيل تطلب من أع... من هؤلاء الأعضاء أن يصدروا قوانين تخرجهم من المشهد وهو ما لن يحدث ف... في... في تصور يعني يعني العملية مفضوحة وأعتقد أنه لا يمكن الاعتداد بهكذا بهكذا أطراف نعم نعم أستاذ صلاح حدث و... انقطاع في الصوت نعم تفضل أكمل نعم يعني يعني هؤلاء الأشخاص المجتمعين أنت تقول لهم بالله طلعوا قوانين الطلاع كما المشهد قوانين الانتخابات يعني إذا حدثت الانتخابات هل تعتقد أن أعضاء مجلس النواب الحاليين سيعاد انتخابهم؟ لكن في المقابل استاذ صلاح يعني في المقابل استاذ صلاح من من سيعطي الليبيين هذه القوانين اذا كانت هذه الاجسام هي المكلفه او هي التي ينص الاتفاق السياسي على ان الحاكم للعمليه السياسيه في هذه الاثناء في ليبيا ينص على ان هذين المجلسين يعني هما المنوط بهما اصدار هذه القوانين الانتخابيه لا هذا هذا غير صحيح يا محمد ألم يكن الاتفاق السياسي حاضرا في جنيف؟ ومن قرر اختار الحكومة؟ مجلس النواب؟ لا وفي الصخيرات ما الذي حدث؟ التغييرات التي حدثت للإعلان الدستوري غيرها مجلس النواب؟ لا غيرها مجلس النواب والمؤتمر الوطني وهكذا هي العملية ولكن لكن شوف شوف القضية هي أن هذه الانتخابات لكي تكون ذات مصداقية لا يمكن أن نضعها في يد أولئك الذين سيتضررون من الانتخابات، يعني هذه بالعقل. مم. هؤلاء الناس شوف يا شوف يا محمد أنا مشيت حسبت مرتبات الأعضاء اللي حضروا في تونس. مم. هذو كلفوا الخزينة الليبية في مرتبات بس. لأنهم هم يسموا فيها مكافآت باش م... يستمروا في استلام مرتباتهم الاخرى اكثر من ربع مليار دينار ليبي ما الذي قدمه مجلس الدولة ومجلس النواب مقابل ذلك للشعب الليبي مقابل ذلك وعلى هذا الأساس لا يمكننا أن نثق بهذه الشخصيات تقدم لنا حلولا لليبيا وعلى هذا نعم. الأساس يجب توسيع دائرة النقاش ويجب الخروج بعملية انتخابية ذات مصداقية ولا يمكن أن نسلم لهم حكومة لأن هذه ستكون الحكومة رقم عشرة وليس نعم. الحكومة واضح. رقم اثنين كما يقول سيد درقاش ربما الحكومات التي صدرت عن نعم. عن اتفاقيات تقاسم سلطة ولكن هذه حكومة دبيبة هي الحكومة رقم تسعة واضح انتقل للاستاذ مروان درقاش استاذ مروان يعني اذا كان المجلسين مش ممكن يصدر عنهم قوانين انتخابيه تقصيهم وتخرجهم من المشهد وهذا كلامك انت ايضا بالتالي ما هو الحل الان هل يعني حتى الاتجاه الى عمليه سياسيه جديده بقياده البعثه الامميه هذا قد يضع الليبيين امام مرحله انتقاليه جديده وبالتالي ما المخرج من هذه الازمه او حاله الانسداد الموجوده الان للاسف اخي محمد المشهد السياسي الليبي يعني يعاني من حاله جمود وكما قلت حاله انسداد نتيجه عدم وجود الفاعل الشعبي يعني الحراك الشعبي. انا تحدثت في اكثر من لقاء سابق عن السلبيه التي يعني نعاني منها في ليبيا السلبيه الشعبيه يعني هؤلاء الموجودون الان في المجلس الاعلى للدوله وفي مجلس النواب كما قلت يعني تعدوا العقد من الزمان وهم اعضاء في مجلس النواب دون اجراء اي انتخابات. في المقابل ليس هناك اي ضغط شعبي. خروج الى الساحات، تنظيم اعتصامات، تنظيم اضرابات غيرها وغير ذلك من الامور. يعني ضد هؤلاء، هؤلاء المتمسكون بالدولة، بالسلطة، يعني انت يا محمد، محصل سلطه ما فيش ضغط عليك متريح قاعد ما فيش حد يقول لك والله يسيب كرسيك هل انت بتترك هذا الكرسي يبقى انت غبي يبقى انت آه يعني سامحني ما تعرفش تفكر اذا كان السياسي وجد ارتاح يعني ما فيش حد قال له والله ينوض من كرسيك حول من كرسيك ما فيش قانون ما فيش تشريع ما فيش دستور ما فيش ضغط شعبي لضغط دولي حتى الضغط الدولي الان ارتخوه جماعه يعني لان عندهم فشيال الهي المجتمع الدولي الان عنده ملفات مفتوحه كثيره جدا جدا ويعني الملف الليبي جي ياتي في 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 نهايه الطابور المشكله وين المشكله في الحراك الشعبي المشكله في الليبيين اللي قاعدين يعني يعانوا من 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 هذا الانقسام السياسي ويعاني من ضياع ضياع الثروات ومن الفساد ومن المشاكل التي تجري نتيجه الهجره الغير شرعيه، نتيجه التهريب، نتيجه انعدام السياده، كل هذا الامر ولا تجد احد يتحرك. يعني منظر مؤسف جدا جدا اخي محمد وانا اتفرج على ميدان الشهداء وهو يمتلي الى الحد ليس من اجل الضغط على المجلس الاعلى الدولة او المجلس النواب لكي يجروا انتخابات ليس الضغط على مصرف ليبيا المركزي لكي يلغي ضرب الضريبه على على العملة, العمله ليس الضغط على النائب العام لكي يحقق في العمله المزوره ليس للضغط على النائب العام لكي يحقق في 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 هالمختفين والنواب اللي ما عادش ويريحوا كل مره دايب منهم واحد كانه فصل دم ملح وداب لا من اجل المشاده مشاهدة كرة قدم لا حول ولا قوة إلا بالله مشاهدة كرة قدم يمتلي ميدان الشهداء ليشاهدوا كرة م. قدم وفي المقابل يعني أنت مصيرك ومصير أبنائك ومصير دولتك ومصير يعني لا تجد عشر أشخاص خمستاشر شخص بالكثير مئة شخص في ميدان الشهداء يتظاهرون يعني السياسيين مرتاحين مرتاحين لكن, ليش لكن يبي يبي حتى حتى الشارع يجيب استاذ مروان الا يحتاج الى الانتخابات وما عليه هذا الشارع انتخابات. او تحركه من اجل آآ آآ ان يخرج وان يطالب بهذه المطالب انا اقصد اقصد القاعده الشعبيه بجميع مكوناتها سواء كانت النخب او العوام يعني لا احنا عندنا نخب يقود مثل هذه الحركات للاسف ولا عندنا ايضا قاعده شعبيه لديها أه الوعي السياسي تعرف بأن أراه ليحدث التغيير لكي يحدث التغيير لابد من الضغط الشعبي بدون ضغط شعبي لن لن يحدث التغيير يعني كما قلت لك سياسي قاعد متريح في كرسي مرتبه ماشي، سفرياته، سيارته، حوشه، ضناه يقروا برا كلهم، يعني ليش ليش يجيب في الشرق الروحة ويقعد يدير في انتخابات باش يحولوه ويحطوا ويجيبوا واحد ثاني، ليش؟ لكن اذا اذا كان الدستور ما فيش دستور ما فيش ما الان لم يتفق يتم الاتفاق على الدستور لا توجد انتخابات قويه لماذا لماذا سيتم اما المجموعه الان اللي تقول احنا والله نبغوا نغيروا الحكومه باش نديروا انتخابات هم هدفهم باش يغيروا الحكومه مش هدفهم الانتخابات ولكن يحتاجوا لتبرير لتغيير هذه الحكومه يعني انت ليش بتغير الحكومه انت؟ والله باش نديروا انتخابات يعني وكأن الموضوع الانتخابات متوقف على الحكومة هو الموضوع الانتخابات موضوع الانتخابات مزيسة متوقف على الحكومة هو متوقف على أن يكون في إرادة من هؤلاء النواب أن يتم إجراء انتخابات يعني في 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 سنة 2021 كنا أن تكون هناك في انتخابات ولكن تم إيقافها من مجلس النواب هو الذي أوقف هذه الانتخابات إذا الإشكالية يعني في ليبيا في المشهد السياسي الليبي أعتقد أنه لا توجد ضغوط على السياسيين لاجراء هذه الانتخابات، يعني مسيبينهم طيب. على راحتهم. بيديروا اللي واضح. استاذ صلاح ربما نعود ان شاء الله خلال هذه التغطيه لمساله السبيل لمواجهه هذه المحاولات. هذا العبث بين قوسين كما يعتبره كثيرون من مجلسي النواب والدولة لكن أسألك عن مسألة تشكيل الحكومة أو تغيير الحكومة ألا تعتقد معي أستاذ صلاح بأن حتى في حالة الوصول إلى خارطة طريق جديدة بعملية أو في عملية سياسية قد تقودها بعثة الأمم المتحدة بعيدًا عن القوانين اللي صادرة عن مجلس النواب سنصل إلى مرحلة تشكيل حكومة جديدة لأن هؤلاء يقولون لا يمكن إجراء الانتخابات والبلد منقسم، البلد تحكمه حكومتان، ميليشيات هنا وهناك، مجموعات مسلحة هنا وهناك، وبالتالي لابد من إيجاد سلطة تنفيذية واحدة. كل هذا نوع من التدليس على الشعب الليبي. دعني اذكر ان في 10/3/2021 اعطى مجلس النواب الثقه لحكومه دبيبه ب 132 صوت مقابل امتناع اثنين. في 28/4 بعدها بحوالي ست اسابيع 28/4 رفض حفتر أن يسمح للدبيبة بالهبوط في بنغازي هذه حكومة موحدة طلعت من جنيف وعطاها مجلس النواب اللي هو رئيس حفتر الثقة ب 132 صوت مقابل صوتين امتناع وشنو صار؟ جاء دبيبة بيزور بنغازي بعد بعد حصولها على الثقة ب 132 صوت حفتر قال ما تخشش والله ما الحراسات متاعك مش عجبتني أي واحد يعتقد بأن حفتر سوف يسمح لرئيس وزراء ليس ابنه أو ليس هو أن أن يسيطر أو يعطي أو يدير السلطة في شرق أو جنوب ليبيا يحلم لكن يعني هذا استاذ صلاح رئيس وزراء قد, قد, يضعنا في مازق اخر يعني حضرتك تطالب باجراء الانتخابات دون الدخول لمرحله انتقاليه جديده توحد فيها السلطات كما يرى الاخرون الان كيف ستجي الانتخابات اذا كان حفتر يرفض اصلا رئيس وزراء مؤقت جاء في صفقه سياسيه غراجه محمد غراجه محمد لا هروب من مرحلة انتقالية يعني يعني الـ 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 المقترحات المعروضة الآن على الطاولة كلها مرحلة انتقالية يعني خارطة الطريق والتعديل الدستوري اللي دار مجلس النواب هو لمرحلة انتقالية لمدة أربع سنوات برئيس انتقالي ورئيس وزراء انتقالي ومجلس نواب انتقالي ومجلس شيوخ انتقالي لأن ما عندكش دستور ما في حد يتكلم على المرحله الدائمه المرحله الدائمه تتطلب دستور ما في حد يتكلم عن الدستور فالقصه القصه اذا اردت يعني بتخش في مرحله انتقاليه اخرى باي تستطيع ان تتوافق على قوارير الانتخابات والتوافق ياتي عن اشراك اطراف عده من المجتمع الليبي احزاب ومنظمات مجتمع مدني واعيان وشيوخ وعمدة بلديات وما الى ذلك والامم المتحده في العمليه لكي نخرج بقوانين حسب المعايير الدوليه ويمكن تطبيقها وايضا اذا احتجنا قررنا باحتياج بحاجه الى سلطه تنفيذيه للاشراف على الانتخابات يجب ان نشكل سلطه تنفيذيه لأحد الأطراف أو عدة أطراف مصلحة في إبقائها دائمة يعني نعطي مجلس النواب ومجلس الدولة فرصة يشكلوا سلطة تنفيذية وبعدين مش حيطلعوا لكن هناك اقتراحات أخرى هناك على سبيل المثال لا أريد أن أطيل هنا ولكن تشكيل حكومة بالطريقة المعتادة هذه اللي نديروا فيها في ليبيا ليس هو الحل الوحيد، هناك حلول اخرى ابتكرها العالم، يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال في بنجلاديش كانت كل انتخابات مليئه بالعنف والقتل وما الى ذلك. ورفضت الحكومه المسيطره، الحزب المسيطر رفض تشكيل حكومه محايده الى ان حدث تعديل دستوري يسمى بالتعديل الدستوري الثالث عشر في بنغلاديش وتقرر انه عندما تاتي الانتخابات تستقيل الحكومه ويستقيل مجلس النواب وتشكل حكومه من اعضاء المحكمه العليا المتقاعدين لفتره اربعه اشهر و واضح واضح لكن ليس لاي من الاحزاب لكن أو ربما يعني سؤالي بصيغه اخرى استاذ صلاح قبل ان انتقل للاستاذ مروان الدرجاش في سياق هذا الموضوع لكن سؤالي اذا كان اذا كان موضوع الحكومه مش ممكن لان اصلا سنعيد نفس السيناريو بهذه الطريقه الانتخابات كذلك هل سيقبل حفتر باجراء الانتخابات هل هناك ضمانات ان تجرى الانتخابات ويقبل بها يقبل بها كل الاطراف يقبل باجرائها وبنتائجها ايضا هذا هو بيت القصيد، لا يمكن ان نسلم بحكومة جديدة بدون ان تكون لدينا ضمانات حديدية بأن الانتخابات ستجرى، لأن مم. هذا ما حدث في 2021. قالوا لنا غير غير خلونا نديروا حكومة موحدة وتوا نديروا لكم انتخابات في 24 ديسمبر. وش صار؟ قلنا اوكي، لأن في الـ في, الـ في الواقع في البداية كان المقترح بخلوا السراج يشرف على الانتخابات. وطالع طالع لا ضروري من حكومة موحدة باهية يديروا حكومة موحدة وتعرف شنو صار بعدين واضح أنتقل بنفس الفكرة الأستاذ مروان الدرقاش أستاذ مروان يعني لا توجد ضمانات بأن يعترف حفتر مع حكومة لا تكون قيادتها أو لا تكون هذه الحكومة على الأقل له سلطة عليا عليها أو على أغلب وزاراتها بالتالي ما هي الضمانات اللي يمكن أن تقدم في أن يقبل حفتر والطرف الآخر بإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها؟ لا توجد ضمانات يعني يمكن كما قلت يمكن أن تجعل حفتر يقبل أي حكومة لا تسمح له بالوصول للأموال و يعني الهيمنة على قرار هذه الحكومة هو حفتر حاول طبعا الهيمنة على حكومة دبيبة عبر طلب أن يكون وزير الدفاع هو من يقوم بتعيين وزير الدفاع وطلب أيضا مبالغ ميزانية يعني منفصلة للقيادة العامة كما سماها ولكن دبيبة رفض هذين الطلبين وهذا رفض هذا الرفض هو ما جعل حفتر يمنع حفتر يمنع دبيبه من دخول بنغازي ويمنع القطراني ثم ايضا يقوم بطرد القطراني نائب دبيبه من من بنغازي. نفس الشيء سيحدث مع اي حكومه قادمه واي حكومه تحاول ان تستقل بقرارها عن حفتر فلن يتم الاعتراف بها، حفتر لن يقوم بالاعتراف بها. أي أيضا في المقابل أي قوانين انتخابية تضع في شروط الترشح أي شرط لا يتناسب مع حفتر سوف يرفض حفتر وسوف يضغط على النواب المهيمنين عليهم أو الذين يتبعونه في مجلس النواب وأيضا على عقيلة صالح ويمنع اتخاذ أي قرار كما حدث في الجلسة التي اقر فيها الدستور من من هيئه هيئه الستين عندما امر حيت حفتر بالهجوم على اجتماع الذي تم اقرار فيه الدستور وان كان تم اقرار الدستور ولكن هذا الاجتماع تم يعني مهاجمته بعد اقرار الدستور اذا لا يمكن بحال من الاحوال ان يقوم مجلس النواب بوضع قوانين انتخابية تضع شروط تستبعد حفتر أو لا تتناسب حتى مع حفتر في ظل وجود مجلس النواب في المنطقة الشرقية وفي مدينة بنغازي أو في مدينة البيضة أو في طبرق لأن هذه المناطق يعني مسيطر عليها بشكل كامل ميليشيات حفتر ولا يمكن أن يجري فيها إلا ما يريد هو وكل من يقف في وجه خليفة حفتر حتى وإن كان من المقربين سيكون مصيره مصير وبالتالي وبالتالي استاذ مروان هذا يعني هذا, يعني آه هذا يصل بنا الى طريق مسدود عليه إلا لن يقبل اي حكومه لا لا يفرض سلطته المطلقه عليها لا لن يقبل حتى الانتخابات التي لا يضمن انه الفائز فيها وبالتالي هذا يصل بنا الى طريق مسدود في في ظل هذا الواقع الذي تصفه استاذ مروان اذا ما هو الحل لتجاوز هذه العقبات الحل هو في حراك شعبي نفس نفس الذي حدث في 17/2/2011 يعني النظام الدكتاتوري لمعمر القذافي هو يعني كان شبيه بالنظام الدكتاتوري الذي يقوده خليفه حفتر اليوم ومن اسقط ذلك النظام ومن يعني جعلنا نتحرك ونجري الانتخابات في سنه 2012 وننتخب المؤتمر الوطني العام ثم ننتخب مجلس النواب في انتخابات كانت أقرب ما تكون للشفافية والنزاهة هو الحراك الذي حدث في السابع في السبع عشر من فبراير 2011 هو إسقاط نظام دكتاتوري وإحلال نظام ديمقراطي بدلا منه هذا ما يحتاجه الليبيون الآن أيضا يعني يعني لا يمكن إجراء انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية ولا يمكن أن نقوم باختيار حكومة تكون مستقلة في في قرارها الإداري وقرارها التنفيذي ما لم في وجود دكتاتور يعني يرفض حتى أن أن, أن ينتقد يعني مجرد انتقاده مجرد تشريك صورته تعتبر جريمة يختفي فاعلها إلى الأبد يعني كيف يمكن أو أو تريد أن أن أن, أن تنافسه في الانتخابات هذا لا يمكن أن تنافسه حتى في الانتخابات لا, لا يمكن أن تطعن حتى في ترشحه دكتاتور إذا ما لم يكن هناك حراك شعبي مشابه لذلك الحراك الذي وضع اجتث نظام القذافي من جذوره لا يمكن أن أن, أن 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 نمضي إلى 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 انتخابات حرة في ليبيا هذا مم. أمر واضح طيب على صعيد آخر أستاذ صلاح البكوش ضيفي من طرابلس آآ آآ نائبة المبعوث الأممي القائمة بأعماله ستيفاني خوري كان كان لها جولة الايام الماضيه بداتها الايام الماضيه مع الاطراف الموجوده في المشهد هل تتوقع ان نصل الى عمليه سياسيه جديده باشراف بعثه الامم المتحده شوف هي تقوم بجولات ولكن شو التشخيص اعتقد ان متفق عليه المبعوثين السابقين آه الخبراء في الشأن الليبي الليبيون انفسهم آه آه وصلوا الى نتيجه ان الاشكاليه في ليبيا هي إشكال هي آه آه مشكله مشكله آه آه شرعيه شرعيه م. المؤسسات والحل لها هو الانتخابات ولكن أه كيف نصل الى ذلك هذا هو الخلاف الان انا في اعتقادي ان أه أه ستيفاني خوري وصلت الى نفس النتيجه التي وصل لها المبعوثين الاخرين والخبراء وهو ان الاشكاليه هي ازمه شرعيه وان الحل هو انتخابات ولكن أه أه هذه الانتخابات الوصول للانتخابات يتطلب أه أه توافق اكبر بين الليبيين وليس مجرد مجلس النواب ومجلس الدوله وليس مجرد الخمسه الذين اختارهم باتيلي ولكن ذلك سيكون من الصعوبه بمكان وعلى هذا الاساس انا اتوقع ان تستمر الازمه ولن يكون هناك حل في الافق وربما افضل ما يمكن العمل عليه هو انتظار ما سيحدث في المنطقة الشرقية بعد اختفاء حفتر طيب أستاذ صلاح على الطرف أو على الطرف الآخر في المنطقة الغربية المجلس الرئاسي برأيك حتى رئيس الحكومة الموجود بما أن رئيس الحكومة يقول بأنه لن يسلم السلطة الا لجهة منتخبة والسلطة منتخبة لن يغادر السلطة حتى الى بعد الانتخابات هل يمكن ان تمارس هذه الاجسام الموجودة في طرابلس الان خاصة المجلس الرئاسي ايضا ان تمارس اي دور في اتجاه الدفع بالعملية السياسية نحو الامام؟ اصفه في كثير من المقابلات التلفزيونية بانه عبارة عن ثلاثة من المهرجين وأن المجلس الرئاسي ليس سوى أسوأ استثمار قامت به ليبيا في أي مؤسسة منذ أمد طويل الحكومة ورئيسها لا له أي صلاحيات ولا يقوم بأي دور خليني أكمل لك بس المجلس أنا قلبي عليه دم <applause> المجلس المجلس منخرط في تقاسم المناصب وفي السفريات هذا ما يقوم به المجلس تقاسم السفرات والملحقيات وما الى ذلك وايضا البحث عن اي سفريه يمكن ان يتحصل منها الاعضاء على بعض اليورو والدولار والهروب من طرابلس لمده اسبوع او اسبوعين يعني زياره الى امريكا تقعد 10 ايام مش عارف شنو يديروا في امريكا أنا. وهو ما عندش اي سلطه في التفاوض حسب الاتفاق الس الصلاحيات التي اعطيت في جنيف هو يمثل ليبيا بروتوكوليا على العموم اما أم بخصوص مجلس الوزراء مجلس الوزراء بالطبع الدبيبه والشله اللي حواليه يريدون البقاء في السلطه ويرفعون شعار انه لا تغيير في السلطه التنفيذيه الا عبر انتخابات وهو شعار يتماشى مع رغبات الشعب واعتقد انه تكتيكيا يخدم مصالح القوة نعم نعم استاذ صلاح ممكن التعويل عليه فلم واضح. يبقى سوى مجلس الوزراء الذي يطالب بالانتخابات الان واضح طيب اسال الاستاذ مروان درجاش عن تحدثت عن ضروره وجود حراك شعبي وتحدثت عن دور النخبه كذلك في تحريك ربما الشارع لكن ايضا يعني هناك جهات اخرى كالمجلس الرئاسي كرئيس الحكومه كذلك الذي يتبنى رفع شعار لا تسليم للسلطه الا باجراء الانتخابات، الا تعتقد ان هناك دور يمكن ان يمارسه المجلس الرئاسي ورئيس الحكومه في هذا الاتجاه؟ ايضا رئاسه مجلس الدوله استاذ مروان استاذ محمد لازم نكون واضحين يعني يجب ان نخرج من دائره الاماني والتمنيات وننظر الى الحقائق بعين منطقيه يعني احنا الى الان اليوم عندنا نظام دكتاتوري مشابه جدا للنظام الدكتاتوري الذي كان موجود في ليبيا قبل 2011 وهذا النظام على راسه رجل لن يعترف باي سلطه ولا اي انتخابات لن يخرج منها فائزا يعني حتى لو أجري انتخابات يا سيدي يقول غدوه اتفقنا على انتخابات وعلى قوانين انتخابيه وقلنا ماشي الحال يا سيدي خلي حفتر يترشح ما فيش مشكله بالك ما يختار احد وبالك ما يفوزش حتى لو خرج هذا الرجل بنسبه مش حتى قريبه من من الفوز يعني نسبه لا, لا, لا تمثل شيء سيقوم بالانقلاب على الانتخابات وسيلغي هذه الانتخابات ويرفض الاعتراف بهذه الانتخابات الرجل لديه قوه عسكريه كبيره ولديه ميليشيات منتشره في رقعه واسعه جدا من من ليبيا يسيطر على منابع النفط، له اتفاقيات مع قوه لا بها يعني قوه عظمى في 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 العالم وهي روسيا، له مصالح مع اه مع دول اقليميه مثل مصر ومثل الامارات ومثل السعوديه. وهذا الرجل يعني يعني هدفه الوصول الى السلطه باي طريقه سواء بالانتخابات سواء بالسيطرة حاول في 2019 أن يأخذ السلطة بالقوة سواء بضغط دولي بأي وسيلة ما يعني في ظل هذا الجو كيف إذا في رأيك أنت يا محمد كيف بنوصلوا إلى, إلى 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 تغيير سياسي أو لدمج أو لإنهاء انقسام في وجود مثل هذا الرجل يعني خلينا نقوله والله إنسان مصاب بالسرطان عنده ما في جسمه وتقول له عندي جبنا الميدالية الذهبية في الأولمبياد والله جبنا الميدالية في الضية ما يصيرش الكلام هذا يا جماعة ما يصيرش أنتم عندكم يعني ورم خبيث موجود في ليبيا الآن ورم خبيث إذا لم تستطيع ليبيا أن تتخلص من هذا الورم لن تستطيع أن يعني تجتاز مرحلة النقاهة وتمضي إلى تأسيس دولة وتأسيس مستقبل هذا الامر لا يمكن يعني القذافي في 42 سنه قاعد يحكم في ليبيا هل قدرنا نديروا انتخابات هل قدرنا نديروا دستور هل قدرنا يزيد قدر واحد يتكلم بكلمه ويقول فيها والله هذا الامر خطا ولا هذا الامر صحيح كل من قال كلمه وجد نفسه في السجن ثم قتل ما يحدث الان في المنطقه الشرقيه والمنطقه الجنوبيه هو مشابه وربما حتى اكثر من ما كان تعيشه ليبيا دكتاتوريه مطلقه لا وجود لتحرير التعبير لا تستطيع ان تنتقد مش مش حفتر ما تقدر تنتقد استاذ ولاد مروان حفتر. عن السبيل الخروج من هذا التحدي عن الشعبي حراك شعبي. شعبي كبير يكتسح يعني ويزيل هذه العقبات لكن هل هل يمكن ان يحدث هذا قريبا؟ هل هناك مؤشرات في ظل الوضع اللي يجري نعم في ليبيا وحتى في محيطها؟ عندما تحدثت على حراك شعبي انا في في في, في المقام الاول اقصد المنطقه الشرقيه، يعني المنطقه الشرقيه تحتاج الى حراك شعبي للتخلص من هذا الورم، ولكن في المقابل يجب ان يكون هناك دعم من المكونات الوطنية والشعبية وأيضا حتى الرسمية في المنطقة الغربية للأسف يعني كل الحكومات السابقة في المنطقة الغربية لم نجد لها إجندة للتخلص من النظام الدكتوري الموجود في الشرق بل كانت تهادنه كانت تعترف به كانت تحاول يعني استقطاب استقطابه ونيل رضاه هو بالمقابل كان يعمل العكس كان دائما يحاول إسقاط الحكومة الموجودة في المنطقة الغربية لأنه يعرف جيدا أنه لا يستطيع أن يتعايش مع أحد ولكن في المقابل لا وجود لمشروع في المنطقة الغربية أو حتى في ليبيا بالكامل لإسقاط هذا الرجل سواء عن طريق دعم الحراك الشعبي في المنطقة الشرقية عن طريق تجهيز قوة عسكرية في المنطقة الغربية تستطيع أن تذهب لإسقاطه حتى عسكريا و... كل هذا الأمر غير موجود للأسف لا ادري هل السياسيين في المنطقه الغربيه لا يفكرون في هذا الحل يعني بالنهايه وكا... ولا زال يمنون النفس بان هذا الرجل ربما يسمح بانتخابات تستبعده وتاتي بنظام ديمقراط كل هذا الامر يعني اعتقد انه ي... هو تفكير في... هي هي مجرد احلام اوهام لا يمكن الوصول اليها ما لم يكن هناك مشروع حقيقي شعبي رسمي من السياسيين، من النخب، من القاعده الشعبيه واحد. لمحاولة اجتثاث هذا الورم، شفاء ليبيا من هذا المرض الذي تعاني منه، ثم بعد ذلك التفكير في بناء نظام ديمقراطي وتاسيس وضع دستور مروا. ووضع عمليه انتخابيه يمكن ان تنتج نظام سياسي ديمقراطي، نعم. طيب ضيفي من طرابلس استاذ صلاح البكوش، في ظل ما يجري الان في الاقليم يبدو ان الملف الليبي هو في ذيل قائمه الاهتمامات على الاقل لدى الدول الكبرى والدول التي لها علاقه بالمشهد الليبي، ايضا داخليا الاستاذ مروان يقول بانه لا يوجد حتى الان مشروع سياسي شعبي للتحرك وتحريك المياه الراكده. ما مستقبل المشهد في ليبيا في ظل هالاوضاع هذه؟ شوف يعني يعني هذا لها علاقة بما تفضل به السيد درقاش وهو وجود دكتاتور وعندما يكون عندك دكتاتور هناك ثلاث حلول الحل الأول هو أن هذا الدكتور الدكتاتور ينتحر بعد هزيمة عسكرية كبيرة وهو ما لم يحدث مع حفتر بعد هزيمته في طرابلس الحل الثاني هو أن يحدث اتفاق ما يتراجع فيه هذا الدكتاتور مقابل بعض المزايا التي تمنح له صارت في امريكا اللاتينيه وما الى ذلك الطريقه الثالثه هي ثوره او حراك كما تفضل سيد درقاش ولكن الحراك يريد يحتاج الى دعم المشكله الان هو ان هذه الاطراف ليست بحاجه الى الوصول الى توافق لانهم وصلوا الى طريق مسدود ولكنه مريح. الطريقه الوحيده التي تصل بها هذه الاطراف الى طاوله المفاوضات والوصول الى حلول هو عندما تتازم الامور وتصل الامور الى طريق مسدود والطريق المسدود يشكل الم كبير لجميع الاطراف المشكله ان نحن في طريق مسدود ولكن ليس هناك الم لهذه الاطراف لانه كما تلاحظ المصرف المركزي يمول جميع الاطراف في ليبيا وعلى هذا الاساس هذه الاطراف التي تمتلك بتعبير العصر الجماهيري السلطه والثروه والسلاح مرتاحة فتغي... فنغير عليش ندير انتخابات عليش ونوحد لكم المص... السلطات عليش ونريحكم من هالمشاكل هدين عليش كل واحد متريح كل واحد يجن فلوسه لعنده وقاعد يبني وقالوها جماعة حفتر في التلفزيون قالوا نحن عندنا حكومة وهو ما شاء الله البري والإعمار وكذا وكل شيء وكل واحد فيه مرتباته وكيف ما قال غسان نعم. سلامة كان ربما هذا هو الوضع الممكن لليبيا الآن، النفط قاعد يباع، الناس كلها تأخذ في مرتبات، وما فيش حرب، ربما هذا أفضل ما يمكن أن تصل إليه ليبيا في هذا الوقت. واضح جدا، أشكرك جزيل الشكر اشكرك جزيل الشكر استاذ صلاح البكوش المحلل السياسي ضيفي من استديوهاتنا في العاصمه طرابلس كما اشكر ضيفي من استديوهاتنا في مدينه مصراته الاستاذ مروان الدرقاش المحلل السياسي كذلك اشكركم انتم ايضا مشاهدينا ومستمعينا الكرام على طيب المتابعه تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل المصاحب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته